الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أهمية الاهتمام بشعر الإنسان، فلا ينبغي للإنسان إذا كان ذا شعر طويل، نسأل الله ذلك، أن يهمله، بل عليه أن يرجله وأن يسكنه وأن يدهنه وأن يجعل عليه ما يوجب تسكينه وعدم انتفاشه. فمن كان له شعر فليكرمه، كما روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله، وفي رواية: فأرجله وأنا حائض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. فتلبيد رأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الاهتمام بشعره حتى لا ينتفش،